بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي بناتي طلاب ثانويه عامه اولى ثانيه ثالثه، اجمع معايا الاول، احنا ما غلطناش في حقك كمدرسين. انا شايف الناس كلها عامله اللي عليها وزياده، مع سيادتك انت المفروض تعمل اللي عليك وزياده. ولادي الصراحه اللي هم مستقطرين شغل مدرسينهم، هم اوريدي في شريحه قدرت، يعني احنا بنتكلم اللي احنا ناس بخبرتنا عارفين احنا بنعمل ماده علميه ان في طالب هيقدر عليها وهيفنشها، احنا مش شوف ناس ماشيه على القبله. فالنهارده انت عندك فرصه جميله قوي قوي كمان، ماتيريال بعلنها لك على اليوتيوب، عندك موقع لوجمان ثالثه ثانوي، الماده العلميه عندك بطريقه جميله جدا، عندك افكار كتيره منزلها لك كتريكات، كل حصه بسجلها لك من قاعه سنتر نور السما، حوالي ساعه ساعه وربع تريكات، وانا مستمر معاك لاخر يوم ان شاء الله تخش امتحاناتك. وانتظروا لونج مان في حوار مهم جدا لجريت اكسبكتيشن، دي حاجه. طالب تانيه منزل له امتحان، اوعى تنسى على اليوتيوب هديه، لان ما كانش الوقت يسمح لنا نجيب الطلبه يمين وشمال في السنه دي. طالب اولى مبروك عليك وعليا، عامل لك قناه خاصه بيك لانك تهت في وسط الفيديوز اللي بنزلها للطلبه. فطلاب اولى من السنه الجايه ان شاء الله اخواتكم يطلعوا معانا، هنحاول نساعدهم في ماده علميه مبسطه بسيطه، قناه مستر حسن اسمها كده، حسن نجار انجليزي اولى ثانوي. اتمنى للجميع التوفيق، ونشكر وعتنسوا ولاد ثالثه كل مدرسينكم اللي حاولوا يساعدوكم بقدر الامكان، محدش قصر، واتمنى ان انت ما تقصرش. ان حبكم في الله، كان معاك بابا حبيبك مستر حسن نجار. باي باي.